مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله تعالى منكم أعمالكم وصيامكم وقيامكم، إنه سميع مجيب. في ليالي القدر التي كان السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه يحييها مع الآلاف من جموع المؤمنين في مسجد الإمامين الحسنين عليهما السلام، دائما ما كان يؤكد على أن هذه الليلة المباركة لا يستطيع أحد أن يبلغ الدرجة الحقيقية العميقة في تقدير عظمتها وقداستها، حتى أن هذه الليلة الواحدة تفوق في فضلها 1000 شهر، وتنفتح السماء في أجوائها لتتنزل الملائكة والروح الموكلون بالمهمات التي يكلفهم الله بها من كل أمر يتصل بالحياة والإنسان، فيما يقدره الله للناس في أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم، وهي بعد ذلك ليلة السلام، السلام الذي يغمر الكون من خلال ألطافه وفيوضاته على عباده، والتي تستمر إلى مطلع الفجر. ويضيف السيد: ولذلك جاءت التعاليم النبوية المستمدة من الوحي الإلهي الذي أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أو ألهمه إياه في ضرورة استعداده فيها للصلاة والابتهال والدعاء والانقطاع إلى الله والتقرب إليه بالكلمة الخاشعة والدمعة الخائفة والخفقة الحائرة والشهقة المبتهلة ليحصل على رضاه، فيكون ذلك أساساً للتقدير الإلهي الذي يمثل عناية الله به ورعايته له وانفتاحه عليه بربوبيته الحانية الرحيمة، وذلك هو السر الذي يرتبط به الإنسان بليلة القدر في مواقع إنسانيته، ليلتقي فيها بالسر الإلهي في رحاب ربوبيته، لينطلق الإنسان إلى ربه مخلصا قائما وقاعدة وراكعا وساجدة، وفي ابتهاله وفي خشوعه، لتكون هذه الليلة موعداً إلهياً يتميز عن أي موعد آخر، فبإمكان الإنسان أن يلتقي بالله في كل وقت، ولكن لقاءه به في ليلة القدر شيء آخر، فهي خير من 1000 شهر، فالرحمة فيها تتضاعف والعمل فيها يكبر والخير فيها يكثر وعطايا الله تتزايد، وهي بعد ذلك ليلة السلام التي يعيش فيها الإنسان روحية السلام مع نفسه ومع الناس، لأنها تحولت إلى معنى السلام المنفتح بكل معانيه على الله، ليكون بردا وسلاما على قلب الإنسان وروحه، ليعود طفل الحياة الباحث عن الله تعالى. وهذه الليلة سلام هي، يعلق السيد فيقول: فليس فيها أي معنى يوحي بالشر والبغض والأذى مما يرهق مشاعر السلام للإنسان، إنه سلام الروح الذي يمتد في روحانية هذه الليلة في كل دقائقها وساعاتها في رحمة الله ولطفه حتى مطلع الفجر، ليبدأ يوم جديد يتحول فيه الإنسان فيما أفاض الله عليه من روحه وريحانه إلى إنسان جديد، هو إنسان الخير والمحبة والسلام في آفاق الله الرحمن الرحيم، الذي هو السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. وتلك هي ليلة القدر
التي قد يكون لها موعد معين معلوم، لأن الله ربما أخفاها في الليالي لينطلق العباد في أيام شهر رمضان ليصلوا إليها، ليتعبدوا إلى الله في أكثر من ليلة لاحتمال أنها ليلة القدر، حتى يتعودوا أن تكون لياليهم في معنى ليلة القدر في العبادة والخضوع والقرب من الله. وذلك ما يريده الله لعباده، أن يتقربوا إليه ويلتقوا به، ليصلوا إليه بأرواحهم وقلوبهم، لأنهم لا يملكون الوصول إليه بأجسادهم. ويتوقف السيد رضوان الله عليه عند النظرة الشعبية لهذه الليلة المباركة فيقول: وقد تكون من مشكلة الوعي الشعبي في نظرته إلى هذه الليلة هو أن الناس يتطلعون إليها في نظراتهم إلى السماء ليراقبوا ظاهرة كونية لامعة فيها، أو شبحا غامضا يطوف في أرجائها، أو ملكا سابحا في الفضاء، أو نورا، أو شيئا، أو أي شيء، ما يجعل الإنسان في إيحاءاته الساذجة يعتقد أنه قد طلعت عليه ليلة القدر، ليكون ذلك بمثابة الكرامة الإلهية التي توحي له بالاعتزاز وتبعثه على الرضا بنتائج ليلته. ولكن ذلك الوهم الروحي الباحث عن الظاهرة في خارج الذات هو المشكلة الناشئة من التخلف الفكري والروحي في فهم العبادة وفي وعي الدين وفي الإحساس بأسرار الذات في عمق المضمون، حيث يتطلع الإنسان إلى خارج ذاته لا إلى داخلها، وإلى شكل العبادة لا إلى مضمونها، وإلى سطح الدين لا إلى عمقه. ومن خلال ذلك تجمد الدين وتحول إلى طقوس وعادات وتقاليد، وابتعد الإنسان عن وعي حقيقته الإنسانية التي هي قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، ليبقى متعبدا لذاته فيما هو الجسد الخالي من معنى الروح، الغارق في ضواب الشهوة الذي هو مادة تتحرك لتتحول إلى تراب ورماد، وليس روحا تتجسد لتحلق في رحاب الله، حيث هو معنى الإنسان في ليلة القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.